الحمد لله. قد منا روح نجي بردي مواقف الجامعة توسي كورتار تابع وزارة الحرب البرية تحت لواء الجامعة ومراقب فريق قومي لكرة الطائرة. مرحبا بك مسيو. لو نحكيو شوية على المسيرة الرياضية نتاعك. المسيرة كانت وردية ياسر. عام قداش؟ بديت من عام 82 جمعية زيتونة نادي فريق بعد المنتخب. كانت وردية، كانت مسؤولين مالية كراسيها، مسؤولين عندهم قيمة، جمهور كان متربي، وكان فما عندنا أمل قوي. اليوم أصبحنا شنو الفرق ما بين الماضي والحاضر؟ ماضينا هو تو في حاضرنا، ماضينا قاعد نحكوا على ماضينا في حاضرنا هذا، نقولوا يا ريت. استاد المنزه كان يهز 45 تلقى فيه 65,000 2000 بوليس يحكموا في استاد والشارع كامل. توا ولا قبل؟ قبل توا لا توا الملاعب ما عادش يمشي حتى واحد. علاش؟ خاطر المسؤولين هذوما ضعاف في خريجي باش يخدم روحه ويروحوا روحهم على الحجاب. بل ما كانش رئيس جمعية الحزب ويتبع السياسة، ما كانش بدا 92. من 92؟ ايه. دخل المرحوم فريد مختار الله يرحمه اخته فتحية مزالة ولا يقعد على البنك، وبعد كملها سليم، بعد كملها الاطوال كلمتها تفرقص، كل واحد يجي باش يتعدى الجوال السياسي ويخدم. بل ما كانش، وكانت الجامعة رئيس جامعة تاع الفرق الكل، ما كانش ينتمي للجمعية فلانية ولا مثلا. نعطيك حاجة، يجيو ماتش النادي الافريقي والترجي ولا النهلة، تصير مشكل، يتلموا يقولوا يا ما نعاقبوش هذه وهذه، وتو هذا تو بيخ. قبل لا ما فماش أي جمعية مهما يكون قيمتها، يضربوها تحت الأذن باش تتربى الناس الكل. كيفاش يضربوها تحت الاذن؟ يعني العقاب، هاك القوانين اللي عملوها. شنو هو العقاب؟ شنو هو القوانين اللي صححت عليها انت في الجلسه العامه كانت تطبق في الجامعات؟ توا الجامعات محلوله. هذا تاع الباسكيت يحب المسير تهز، هذا تاع في الليطوال تنزلت في ديريكتور الفوتبول. من 12 ما بقى حتى ثم وديع الجري وحسين الجنيح وموجو والمغربي كاو هما اللي يتحكموا. جاسي ودي عجري فرغ المحتوى تاع الجامعة كلها، فرغوا، ذا هو السلطة كاملة، هو الحاكم، هو الناطق، هو الفاتح، هو كل شيء. يبدل القوانين. ثم في العالم جيت نحن محكمة رياضية التاسع وليه من شاو البر، ما كانت عندنا، كانت عندنا محكمة رياضية وعندنا التاسع ولجنة أولمبية الدخل. اليوم ما عندناش لجنة أولمبية بكل، ما عندناش. لجنة أولمبية بتاعنا من صلاح الدين بالي القديش اليونس التالي. توا هذا لا حول ولا قوة، الوزير ما ينجمش يدخل. قالوا شنو يعاقبونا؟ ما يعاقبوناش. لو كان تحب تنفوها الرياضة تو كل واحد تيبدل دوسيته تلقاه غارق. غارق غارق غارق. وانت هاك تشوف، بل كنا في المجيرة، ما كنا المجيرة وقبل، كانت عندنا ملاعب من أحسن ملاعب في إفريقيا. اليوم ما عادش عندنا حتى ملاعب، حتى رجل ما عادش يلعب. ماشي لا، وين الوزارة؟ غايبة. الوزارة غايبة. باش نفسروا غياب الوزارة مسيو؟ بالأحزاب. كل رئيس جامعة شاد في حزب، أخي شنو أخي ودي عجري، مرة النهضابي، مرة النجاحي، ومرة كل مرة يلوحوا في الواحد كي السياسيين اللي عندنا بالضبط. هذيك علاش الرياضة ماشية. معايا ثما. بالنسبة للجمهور. الجمهور ما لقاش الرجع، لانه الامن توا الحريات والحقوقيات. سوء تنظيم احنا قاعدين نشوفوا فيه. سوء تنظيم من قبل، اما كانت المنظمه راهو كان عندنا امن قوي، يا ناس راهو كان عندنا امن قوي، راهو عندنا امن قوي، يتحكم لك في الملعب، يتحكم لك ناس بالصوت. كان امن قوي، ويظهر لي الجمهور اللي هو كان معناها جمهور قوي. جمهور كان مش منتقد كما توا، لكن يخاف من الامن. اليوم الامن ولا يضربوا فيه هما بالعصي، خاطر الجمهور ما عادش محترم مسيو. ما عادش، ما هذه انا ما قريتش ثقافه تاع حريات وحقوق الانسان وديمقراطيه، ما قريناهاش. هي ثقافه يعني.
ثقافة تجي يقول لك النهجة دائما مثلا في اليابان يقول لك النهجة دائما هنا حتى توصل ما تكيش نص ما تكيش نص ما تكيش يلعب له. ما ظنيش هذا وزير وهذا ولد فلان وهذا يتابع الرئيس الفلاني جمعية فلانية وهذا جمعية فلانية. تو يخاف من الجمهور يقول لك يا عملي تو انت تجي في المحكمة يشدوا الجمهور يشدوه بوليسية مضروبة واحد يجي المحكمة يجيك 5000 ويجيك 68 محامي حقوق يحب الجمعية يلزم يجيك حاكم التحقيق يجيك تليفونات يقول له هيا صيب علي يشد جوزر يشد فيه مكاو يشمزه في الليل ما شارع برقيبة هذا كان ما يفرقش الدنيا سخون هذا كان فيه جر منه ومنه هذا إذا فقس الناس ما يساء وما يساء فيه طوى 27 تقع خلال مخي علاش الأمن غايب يجب الأمن كان ضربني يدخل الحبس كان نضرب وأنا مانع وزيد الناس اللي تصور برتبلات ما يصوروش الشيء اللي يصير هذا يصوروا لك البوليس كيفاش على ضربه مش دفاع على الامر انا بلاش امن تو نمشي في الشارع هكا لا سانت نفس حتى تنيش بدل شهريتي من الحيط ما عادش انا ما نجيب دوز بندية معي لهالدرجة وصلنا هكا لهالدرجة هذه هكا في تونس انت هكا يحكموا فيها بارونات ولينا خايفين من بعضنا ايه خايف من بعضنا هذا كان نمشي انا وراه السيدة هذا تو يهرب ما يقولش بيه يتبع فيا شكون باعثه تسمع انت كل يوم جبت شاريته منا شارع باريس ومعبي على 11 جبت له سكينه هنا الناس كلها تتفرج البوليس كان يضربني انا اليوم يتوقف كان انا ضربته عندي شكون اي هذيك الخيرام وين الخيرام ما بيه وما نعرفوش القانون ما نعرفوش ما نعرفوش هو نعرفوا القانون ما مانيش قاعدين نحترموا فيه أغلبية الناس يا ولدي قانون نكلمك القانون تلقاه العريف بالعريف أما وقت تجي باش تسأل شنو هو القانون القوانين ولا شنو هو الفصول شنو هو واجباتي كصحافي ولا وزيد الإعلام هذا الإعلام راه مش كله حاشا وكلا فما ناس شرفاء ما يظهروش الكنيركات اللي جايبينهم توا حاطينهم في التلابس كل ما تثقف مزاودي حتى ولا مزاودي تعرفوا قبل العائلات ما يجيبولكش المزود يجيبولك تيجانية توا ولا يجيبوه في التلج شنو تجيني باية الزرد عليا وقراء تجيب بالماء عليا وقراء وتجي يحكوا لي على المثنية عيب هاو الانخرام وين ريت الانخرام تجي يحكي لي على المثنية ويحكي على الميراث علاش تحكي فيه العائلات تفرج عنا برشا كفاءات مانيش قاعدين نشوفوا فيهم في التلفز خاطر ماهوش ناس طمع ماهوش طمع ما يلعلحوش عادي صحفيين معربهم هاكم قاعدين يستناو شكون هذا يطول جي تقول لي جعفر القاسمي لا هذا مش يكون صحفي هذا جعفر اعلامي ماهوش اعلامي مش صوت وجهك ولا اعلامي راهي قرايه 4 سنين واللي قارين وكلهم شادين تحت الحيط الكاميرا مان هذا اللي يهز متكون توا مش متكون يجيك علام يقول له حلي كعبة بير والرجوع نستنى لا 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 ايه وقت التعكيل انا خلبي مليان عليهم خلبي مليان خلبي على مليان. كل مسيو نخلي لك الكلمة الأخيرة ربي يسرع على خير جانا رئيس نظيف أما اللي دايرين به بكل أي صراحة ونتحمل مسؤوليتي بسلامي الوزراء اللي نخلوا موسى يطلع فرعون ما دام حتى واحد ما دام المراه الحديديه هي جبل لا رئيس حكومه ولا وزيره الماليه ولا واحد الكل ما عدا المراه الحديديه جبل ربي معها ونقولوا له يا سيد الرئيس ما تلوحش يديك رانا الشبيبه بتاعك مش نحن الكبار شيء اما راهو الشباب يحبوه وراهو الانتخابات اللي صارت عمرها ما سكرت انتخابات الفاكلتي مشاو ولاد صغار روحوا البلدان مخضوا جمع باش ينتخبوك وعملوا لك الدعاء ما تبخش بينا وما ترخش للامام للوراء للانسانات اخدم نظف وزارتك نظف الوزراء شوف راه عندنا كفاءات حتى اللي يخدم مع بن علي كيما نور الجنيدي كيما نوري جويني عندنا كفاءات خدموا مع بن علي ما اللي يخدم مع الباجي ما يخدمش واللي يخدم مع قيس ما يخدمش يعطيك الصحة مسيو عايشك